برضه كابتن، البدايات بالنسبه للفرق الكبيره انا هل بتفرق ان انت الموسم اللي فات بتاعك وحش، موسم يعني الاهلي برضه الموسم يعتبر ليس بالجيد بالنسبه له، الوضع بيبقى مختلف اكيد في بدايه موسم اخر. هو بدايه بس كده، انا بشفق على الاسماعيلي وعلى سموحه ان تكون البدايه بتاعتهم قدام الاهلي والزمالك، مش عشان اسمهم الاهلي والزمالك، عشان الاهلي والزمالك استعدوا كويس وخاضوا مباريات رسميه، كل فرقه لعبت على الاقل مباراتين رسميتين. بيراميدز ايضا مع امبي كابتن، وبيراميدز بس انا بتكلم على بجنب الاسم الكبير، صح. لا كمان صح. في تجهيز صح، فعملوا استعدوا افضل من سموحه رسمية. وافضل من الاسماعيلي، وبالتالي الماتش يكون صعب جدا على الاسماعيلي. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه سؤالك، الـ 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 الاهلي بالامكانيات اللي عنده اشتغل للدوري من السنه اللي فاتت مش من دلوقتي، براحه اللاعبين في الاول بس كده. أول هو خلاص ارى ان بطوله الدوري راحت، فانا بدات بقى اشتغل لايه للدوري اللي جاي. قام عامل ايه؟ عمل بعد ما موسيماني لما كان اشتغل على 13 14 لعيب بس طول الموسم اهلكهم، فبالتالي بقى عندك في لعيبه مش قادره تقف واصابات كتير، ان الحل الوحيد ايه؟ ان خلاص الدوري راح، بلعب باللي موجود والباقي كله يريح وحافظ على لعبته عشان يبدا موسم على نظيف. فالاهلي اشتغل للموسم ده من الموسم اللي فات. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، جاب مدير فني كفء جدا، رغم ان كان لسه متعاقد بعد موسمين مع مدير فني، بس هو ارى انه مش الكوتش اللي يليق بالنادي الاهلي، فجاب مدير فني تقيل، واضح انه بيعرف يقرا الملعب، بيركب التيم بشكل كويس. خد بالك الاهلي التشكيل متوقع بكره ايه؟ معلول ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم واكرم توفيق. الخط الدار ده بيلعب بقاله 3 ماتشات، الماتشين اللي فاتوا وده الثالث. نص الملعب ديانج وحمدي فتحي، نفس اللعب الماتش اللي فات. طاهر محمد طاهر وسافيو واحمد عبد القادر، ثلاثة دول لعبوا الماتش اللي فات واللي قبله. محمد شريف لعب الماتش اللي فات واللي قبله لعب شادي حسين، هو ده التغيير الوحيد. اذا الراجل بدا يثبت التيم وبدا يعرف التركيبه اللي هو عايزها، ومش كده وبس، وعارف التغييرات بتاعته، عارف ان قفشه هيحتاجه، عارف ان حسين الشحات هيحتاجه، عارف انه ممكن ننزل شادي حسين مطرح محمد شريف، فبدا يحفظ التركيبه، وبالتالي بقى الاداء في الملعب شكله في اتزان. الحاجه الثانيه، في سرعه في التحركات جوه الملعب. اضافه كويسه جدا سافيو، لسه ما بانش خد بالك، انما عنده كره عاليه وعنده مهاره عاليه، مفتاح لعب كويس وبلاي ميكر، زائد انه بيشتغل سنتر فيرو الثاني في ال 18. ممكن ما تشوفش قفشه في الفتره الجايه بسبب وجود سافيو كابتن، ممكن تشوفه قطعه غيار. انا سامع ان هو كمان مش مقتنع بيه قوي يعني. بس هو لحد دلوقتي على قفشه، بس هو لحد دلوقتي بشوف قطعه يعني. هو نزله مطرح سافيو الماتش اللي فات قدام منستيري. دي ماتشات بكره، توقيتات مع حضرتك 5 5 7 الساعه 5، امبي وبيراميدز الساعه 5. انا مش عارف طبعا يعني فرقتين كبار بيلعبوا مع فرقتين كبار، ولكن في نفس التوقيت حاجه طبعا ممكن يكون في امور، ممكن بالنسبه للجنه السعوديه والزمالك هيكون الساعه 7 ممكن للاذاعه. فعايز اقول ان سافيو بيعمل شكل كويس، بيشتغل سنتر فورو الثاني، قفشه ما بيعملش سنتر فورو الثاني، خد بالك يعني. تشوف في الماتش الاولاني كم كره دخل الصندوق لعبها بدماغه في الجون والجون يطلعها في الماتش اللي كان في تونس، وبالتالي هو بيزود له الناحيه الهجوميه جوه الصندوق. قفشه بيشتغل من تحت بشكل كويس، وبيقدر يعمل الثرو باص يوصل للجون بشكل كويس. ده ميزه وده ميزه، فهو ممكن بيستخدم قفشه كقطعه غيار. فالاهلي السنه دي جاي بقوه، الزمالك جاي من قوه وبيحاول يستمر على طيب. هروح الزمالك